في العالم الكل على الادويه الجينيه اللي قاعده في بلاصه اكثر فاكثر في يعني في الكونسومسيون تاعنا تاع المواطن بصفه عامه وفي تونس بصفه خاصه. الادويه الجينيه هي اللي يعني نجمو نفسروها هي يعني الادويه اللي الفرنسيس يعني اللي هو اللي كما تقول اخترعوها في العالم هاي طاحت في الدومين بيبليك بلغتنا هاي ونجموا نعملوا منها يعني تجي تقول اون كوبي اللي هي تجم مع الكوبي تبدا 100% افيكاس كالدواء اللي هو اللي اخترعناه على الاول بكل هاي واللي هو بالطبيعه من الزافونتاج نتاعو السعر اللي هو يبدا طايح بالنسبه للادويه الادويه الام كيما معناها الكلفه نتاعها تكون ارخص من الادويه الاصليه معناتها الام بالطبيعه هذيك اهم افونتاج اللي فيها وكل الادويه اليوم في العالم عندها ادويه جنيسه ولا فما بعض الادويه عندها وبعض الادويه لا لا في العالم كل تلقى الادويه الجنيسه لا ما نحكيش على العالم كل نحكي على انواع الادويه الاصليه او الام اليوم كلها عندها دواء جنيس لها ولا فما ادويه ما عندهاش الدواء الجنيس نتاعها فما ادويه ما عندهاش بالطبيعه اول حاجه تجي نقول كان تبع بالقانونيين باش تبدا الدواء الاصل لازم بين 10 و15 سنه باش يتيح في الدومين بيبليك وقتها تجم تعمل الادويه الجنيسه تجم تعمل الجنيس نتاعو وفما زاد ادويه اخرى اللي اليوم ما فيهاش الجنيسه اللي هي تلقاها تكنولوجيا عاليه برشا وتتكلف يعني الكلفه نتاع التصنيع نتاعها تبدا غاليه برشا ما تلقاش منها اليوم اما السياسات الدوله الكل اللي تحترم نفسها كما في تونس ماشيه في تشجيع الادويه الجنيسه. وناخذوا ترخيص معناتها من الشركات الام اللي تصنع في الادويه الاصليه ونصنعوا في بلادنا معناتها الادويه الجنيسه هذه هكا ولا لا؟ هو ترخيص معناتها باش ندخلوا في التفاصيل ما فيهاش ترخيص على خاطر قانونين طاحت في الدومين بيبليك تنجم تصنع تولي تصنع على روحك معناتها. بالضبط. احنا الادويه الجنيسه اليوم مدى التقدم نتاع الصناعه نتاع الادويه هذه في بلادنا من المعلومات اللي نعرفها انه تونس رائده عربيا وافريقيا في صناعه الادويه الجنيسه هكا ولا لا؟ اي كان تجمع في تحبش بعض الارقام تفضل الساده اللي يسمعوا فينا اي على خاطر بالحق هو الميدان نتاعنا هو ميدان تبارك الله استراتيجي ما نحكيوش عليه يمكن بصفه كبيره يعني نشكركم على الاستضافه خاطر تعطينا فرصه باش نحكيو شويه عن المصانع التونسيه من الادويه. مرحبا. عندنا توا حصل تقرير عايشك 44 مصنع تونسي صنعوا في الادويه في تونس اللي فيها الادويه الجنيسه وزاد حتى فما دي ملتي ناسيونال اللي هما اللي في تونس. يعني فما الجنيسه واللي مش جنيسه اما مصنعين في تونس هذوما الكل. اي. الارقام هذوما عندنا حسب التقرير مثلا في 2023 صنعنا بأكثر من 3.7 مليار دينار قيمة أدوية. هاي 3.7 مليار دينار معناتها الكلفة متاع صناعة الأدوية في تونس معناتها هكا ولا؟ يعني السوق التونسية نقدروها ب 3.7 مليار دينار. واضح. تونسية. هاي. سامحني السوق حجمها هكا. واضح. هاي. الأدوية في تونس اللي صانعين في تونس يمثلوا 67%. 67% أدوية جنيسة معناتها. أدوية مصنعة في تونس. من مجموع الأدوية اللي موجودة في الفارماسي نتاعنا معناتها في السوق التونسية. 67% منها هي أدوية جنيسة. أدوية مصنعة في تونس جو بريسيز خاطر أدوية مصنعة في تونس هاي ممكن نحكيو على أدوية جنيسة وأدوية حيوية في تونس هكا ولا بالضبط يعني باش نلخص كي تدخل صيدلية عندك 7 علب ولا بين 6 و7 علب يتباعوا في صيدلية راهم مصنعين في تونس وهذا فخر للمصانع التونسية أكيد هاي هذاش حبيت نقول لك هاي نعاود زاد نفكر السادة المستمعين اللي تصنيع الأدوية مجال تصنيع الأدوية في تونس مصنف من الحكومة التونسية من ستة من لي سي سيكتور ايكونوميك استراتيجيك في تونس يعني هذا شفناه في بعض المواقف كما في الكوفيد ولا غيره اللي أهمية التصنيع المحلي وأهمية الاكتفاء الذاتي على خاطر كي يصيروا مشاكل في العالم تلقى يقول لك ما نجمش انا نبعث لك لتونس والا لغيره من البلدان احنا الحمد لله في تونس الاكتفاء الذاتي نتاعنا
ما كنا باش نعديو نتعداو السيتياسيون دو كريز. و 67% هذايا اليوم ما راضيين عليها، ما كومش راضيين عليها، شنو بالضبط معناتها اليوم نجموا نرفعوا في الكوتا نتاع 67% ولا شنو اللي يمنع اليوم معناتها سي سليم بوزغندا؟ هو احنا ديما نصلحوا في مخيف للمواطن التونسي وللزاد حتى لتونس بصفة عامة كمصنعين، احنا نطمحوا في أكثر. لكن باش ناخذوا 100% ما نجموش، حتى في العالم ياخذ 100% لأنه جبت لكم في أول حصة اللي فما أدوية معناتها ما تطيحش جنيسة فوالا التكلفة نتاعها عالية ولا مازالت جديدة ما وصلتش ل 10 سنين ما دخلتش للببليك معناتها باش تولي واضح باهي. وفما قوانين اليوم تمنع ولا تكبل ولا تشريعات اليوم لابد من تغييرها حتى نحكي ربما على اكثر ولا نرفعوا شويه في الكوتا نتاع التصنيع نتاعنا في هذا الاطار؟ اي هو كان نرجع الارقام اللي عن سنوات الفاضي نشوفوا ايفوليسيون كبيره وباهيه. هذا الكل يرجع للتواصل المستمر مع ماهي رامي ورود، اما مع وزاره الصحه نشتغلوا يعني ياسر قراب لبعضنا وبصفه مسترسله، يعني عندنا اجتماعات نعملوا مره في الشهر مع الاجونس دو ميديكامون اللي هي تو جديده. اي سمعتوا بها اي اللي هي الاجونس هذه حطوها وزاره الصحه حطت الاجونس اون بلاس كيما في بلدان العالم اللي هم متطورين باش احنا تسهل يعني للمواطن التونسي باش يوصل للدواء، يعني لا كونسوماسيون تبدا بلو فلويد. دونك احنا اليوم لاجونس كيفاش تسهل لنا في الخدمه؟ هما باستماع لينا لمشاكلنا، انت تو جبت قلت ماشي حاجات يكبلوا. صحيح احنا قاعدين نخدموا عليهم. كان تقول لي اليوم شنو نجموا نحسنوا، مثلا نجموا نحسنوا الديجيتاليزاسيون، يعني لي دوسي اللي نخدموا عليهم الكل نجموا نسهلوهم باش تولي يوليو موجودين ديجيتاليزي دي مانيير ديجيتاليزي، دونك تولي تسهل الخدمه وتسهل الرخص. نجموا زادا بصفه اليه كيف نطلبوا في الديجيتاليزاسيون نسرعوا في المده اللي ناخذوا فيها رخص الادويه، لانه المده اليوم طويله شويه بكل صراحه. اش معناتها تاخذوا رخص تاخذوا رخص الادويه معناتها من شكون الرخصه تاخذوها معناتها سليم؟ كيف نحبوا نصنعوا الدواء دواء جديد معناتها دواء جنيس جديد. اي بالضبط. اي نكتبوا ملف في وزاره الصحه. اي اللي هو باش يدرسوه. اي ويشوفوا الفعاليه نتاعو ويشوفوا ليفيكاسيتي نتاعو بالطبيعه. هذا لازم راهو في كل دوله يعملوا هذا الكل اللي تحترم نفسها. معناتها الاجراءات تجيكم طويله شويه. هذا هو الاجراءات هي طويله شويه 4 سنوات. البيروقراطيه نتاع الاداره اللي متعودين عليها في تونس. اللي نتمناه انه معناتها تتنحى، هذه الخدمه اللي لازمنا نخدموا عليها الحقيقه. هي ما فيهاش كان بيروقراطيه، فيها حتى كما قلت لكم جبت على الديجيتاليزاسيون، هي الرقمنه هذه باش تسهل لنا. اليوم قاعدين احنا اون فاز دو ميغراسيون، قاعدين نبدلوا هذا كل في وزاره الصحه قاعدين يسهلوا فيه. فما زاد البروسيسيوس خاطر مش كيما دواء كيما منتوج اخر، الدواء لازم ناخذ وقته فيه وتحاليل اللازمه. بيه. لكن 4 سنين نجم نقصوا السنتين هذول معناتها نقصوا شويه نقلصوا في الاجال. فقط انا حبيت نختم معك بسؤال سليم بوزغندا من مال الغرفه الوطنيه لصناعه الادويه، احنا نصدروا اليوم ادويه جنيسه نحو الخارج هكا ولا لا؟ قديش قيمه اليوم عمله صعبه؟ قديش ندخلوا لبلادنا اليوم من تصدير الادويه الجنيسه؟ بس الصباح مش نزيد نصلح الادويه المصنعه في تونس مصنعه جنيسه ولا حيويه كل الادويه المصنعه في تونس باهي الادويه المصنعه في تونس ارقام 2023 وصلنا لحسب تقريب 295 مليون دينار 295 مليون دينار اي مقارنه بالعام اللي قبله معناتها فما تطور فما تطور هو 2024 توا وان شاء الله باش نكملوا العام دابخي لي بريفيزيون باش نسكروا 300 مليون دينار يعني فما ايفوليسيون زاد كيف كيف مقارنة بالعام الماضي معناتها كل عام قاعدين نقدموا اكثر اليوم في تصدير الادويه المصنعه في تونس نحو الخارج ان شاء الله ماذا ملف هذا الرقم راهو سامحني نقصي هذا الرقم راهو تجي تقول مانيش فرحانين بيه على خاطر البوتنسيال بتاعنا كبير اكبر من هكا والحجم اكثر من هكا برشا وهذا شرف لتونس من اون فان دو كونت
لكن هكا الحمد لله معناتها في كنا في نصبحنا وصلنا 300 مليون دينار، لكن طموحنا اكثر من هكا برشا. اكيد نفكر الساده المستمعين زاده اللي بخلاف اللي عندنا تصدير اللي احنا نسميه برودوي فيني، يعني الدواء اللي هو كامل يعني منتوج نهائي، اي منتوج نهائي، فما بعض المصانع التوانسه زاده اللي استثمرت في بلدان اخرى افريقيه وغيره. يعني كي تسمع فما مصانع موجوده توانسه موجوده في الجزائر ولا في الكامرون ولا في السنغال في الكوديفوار، هذا نفتخر به. يعني هذه الاكسبيريونس والاكسبرتيز التونسيه قاعدين نصدروا فيها، معناتها قاعدين عندنا زاده كوادر اللي يخدموا على هذا، يعني هذه من في افريقيا، واحنا اليوم معناتها المستقبل الكل في افريقيا، هذا العالم الكل اليوم يغزر لافريقيا وبهي برشا اليوم كي اليوم نستبقوا ونمشي وندخلوا معناتها لافريقيا قبل الناس الكل. حبيت نشكرك باش نرجع لك اكيد في مواعيد لاحقه ومازلنا نجموا نحكي فيه اكثر هذا الموضوع. شكرا جزيلا من مال الغرفه الوطنيه لصناعه الادويه سيسليم بوزغندا، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها بخصوص اليوم الادويه الجنيسه والادويه المصنعه في تونس وتشريعات مقابل لتطوير قطاع هذه صناعة الأدوية في بلادنا حتى نقدم أكثر.